على بعد نحو 18 كيلو مترا غرب دمشق، تكثف قوات الأسد وحلفائها من الميليشيات الطائفية حملتها العسكرية على وادي بردة الذي يمد العاصمة بأكثر من نصف احتياجاتها من مياه الشرب، في مسعى لاستعادته من قبضة مجموعات من المعارضة. في وقت أكد في بيان وقعت عليه ثمان هيئات ومنظمات جميعها موجودة في قرى الوادي على ضرورة الضغط على القوى الداعمة لنظام الأسد والميليشيات الطائفية الموالية له لإيقاف الهجمة العدوانية على الأهالي. ويخشى آلاف المدنيين من حدوث مجازر بحقهم من قبل أفراد حزب الله اللبناني، حيث يتواجد في هذه المناطق أكثر من 90,000 مدني في المنطقة وغور مياه عين الفيجة. وفيما تزايدت المخاوف من احتمال حدوث تهجير قسري وتغيير ديموغرافي، رفض البيان أي شكل من أشكال التهجير القسري لسكان المنطقة الذي يأتي ضمن سياسة التغيير الديموغرافي التي ينتهجها نظام الأسد في معظم الأراضي السورية وخاصة في ريف العاصمة دمشق. وأشار البيان أيضا إلى ضرورة إيجاد اتفاق مناسب يضمن سلامة المدنيين في المنطقة والسماح للجهات الدولية بإدخال ورشات صيانة لنبع الفيجة وإبقائه تحت الإدارة المفوضة من قبل أهالي المنطقة. معنا من غازي عنتاب فؤاد أبو حطب، محامي وناشط حقوقي من أهالي بردة. مرحبا بك معنا سيد فؤاد. هل نحن أمام سيناريو جديد كالذي حدث في قدسية وحدث أيضا في درية وفي معظمية الشام وغيرها من المناطق، فرض حصار، هجمات عسكرية، تجويع، ثم مصالحة وتهجير، ما رأيك؟ طبعا السلام عليكم. بداية تحية، نوجه تحية للشهداء في سوريا، لأهلنا المقاومين والصامدين. طبعا النظام ضمن خطة واضحة ومباركة دولية يقوم بمحاولة تهجير الحاضنة الشعبية المعارضة من دمشق ومحيط دمشق وريف دمشق. بدأ بالزبداني ومضايا، ثم انتقل إلى دارية والمعظمية، قدسية والهامة، خان الشيح، ثم التل، والآن يحاول في وادي بردة. طبعا عرض النظام على سكان وادي بردة الخروج إلى محافظة إدلب منذ حوالي الأسبوعين، ولكن تم رفض العرض بالمطلق. بناء عليه قام النظام ب 25 الشهر من 25 الشهر الجاري بحملة عسكرية عنيفة جدا ضد وادي بردة. فورا استهدف، أول ما بدأ العملية استهدف منشأة نبع عين الفيجة ببراميل متفجرة أدت لدمار المنشأة وأدت لتعطل مضخات المياه وتوقف ضخ المياه على مدينة دمشق. ما زالت الحملة مستمرة حتى اليوم، لم تتوقف أبدا. يحاول النظام اقتحام المنطقة عسكريا بريا، ولكن حتى اللحظة لم يستطيع، يوجد مقاومة شديدة. طيب، الشباب الموجودين، اطلعنا على الوضع الميداني من الناشط في بداية البرنامج. أريد أن أسألك بصفتك ناشط حقوقي فؤاد، ما الذي يمكن فعله في مثل هذه الحالات؟ كيف يمكن التصدي لمحاولات النظام المتكررة وما نتحدث عنه وادي بردة بتهجير أهالي المنطقة وفرض مصالحات كما يدعي أنها مصالحات، ولكن هي كما تقول ويقول الكثيرين هي محاولة تغيير ديموغرافي للمنطقة؟ بالتأكيد طبعا نحن غير الصمود اللي موجود من قبل الأهالي والشباب في منطقة وادي بردة حاليا، بدأنا بمناشدة المجتمع الدولي اللي للأسف هو أطلق يد النظام باتجاه السكان المدنيين في ريف دمشق. نحاول أن نوضح لهم بأنه إذا الحملة لم تتوقف هناك كارثة بيئية وإنسانية سيعاني منها سكان مدينة دمشق. 6 ملايين نسمة حاليا في حال توقفت المياه عن الضخ سيتعرضون لأزمة عطش. مع من تتواصلون ولكارثة بيئية كي نفهم أكثر في الحقيقة يعني حاليا عن طريق منظمات دولية عندنا تواصل مع الخارجية التركية، وسنقوم بالتشاور للتواصل مع الخارجية الجمهورية روسيا الاتحادية. بالإضافة حاليا نحن عم نحاول نعمل حملة مناصرة وحشد لعرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي. في بعض الأصدقاء أقنية موجودة في أمريكا وبريطانيا عم يساعدونا لإرسال رسالة لسفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن حول موضوع وادي بردة لأهمية المنطقة بخصوص النبع عين الفيجة. نعم، أهمية المنطقة من حيث المورد المائي المهم الذي يغذي المنطقة وأيضا حتى العاصمة دمشق.
هو المورد المائي الرئيسي لست ملايين نسمة في دمشق. بالإضافة نحن نتخوف لا سمح الله في حال استطاع الجيش اقتحام المنطقة أن يقوم بمجازر، لأنه الجيش معه ميليشيات حزب الله عم هي موجودة مع الجيش في العمليات العسكرية البرية. نحن نخشى على أهلنا في وادي بردة لا سمح الله من مجازر يقوم بها عناصر الجيش والميليشيات. قرابة 100,000 مدني صحيح فؤاد محاصرون اليوم؟ يوجد حوالي 100,000 مدني في وادي بردة. نعم. هم من سكان وادي بردة بالإضافة إلى الضيوف المهجرين من بقية مناطق ريف دمشق ومحافظة دير الزور وحمص موجودين في وادي بردة. أشكرك جزيل الشكر فؤاد أبو حطب المحامي والناشط الحقوقي متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من غازي عنتاب التركية.